صاحب الرتبة الثامنة 28 نقطة يسعى إلى إنهاء الموسم في مراتب أفضل. الفريق خرج من منافسات كأس العرش أمام فريق اتحاد طنجة، سيسعى للعودة بنتيجة إيجابية وتأكيد نتيجته خلال الجولة الماضية حينما حقق فوزا قويا بثلاث أهداف مقابل هدف واحد، وكان أمام فريق الدفاع الحسني الجديدي وتحت قيادة الإطار الوطني واللاعب الدولي السابق عزيز بن عسكر الذي يقود الفريق فيما تبقى من جولات هذا الموسم. مباراة اللي كتعرف حضور جماهيري قياسي بالنسبة للفريق أولمبي خوليغا، جماهير خوليبقية اللي حاضرة بقوة من أجل مساندة فريقها أمامنا جماهير أولمبي خوليبقة اللي كتعرف بأن المواجهه هي مهمه جدا. طاقم تحكيم هذه المواجهه عبد الرحيم الغيز هو الذي يقود هذا اللقاء لمساعده هشام اتعبو، والمساعد الثاني هو هشام مامن الحكم الرابع ومحمد العلام. على مستوى غرفه الفار وتقنيه الفيديو داكي الرداد الى جانبه ادريس عيد جلال. هدف طارق السازي من نقطه الجزاء وياسين الذهبي في الوقت لهذا الموسم. لقاء الذهب عرف فوز المغرب الفاسي 2-0، هدفي محمد البدوي وحمزه الجناتي. تعطى انطلاقه هذه المواجهه. نتمنوا بان قدمت الارقام والاحصائيات والمعطيات، فأتمنى صديقا بأنه تبدو أهداف هذه المواجهة حتى أنه الجمهور اللي كيتابع المباراة عبر قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أنه يستمتعوا بهذه المواجهة. الكرة في الوسط لبداية فريق أولمبي خوليبقة، الحكم كيطلب مواصلة اللقاء. مشات على مستوى الجهة اليسرى عند محمد وليد بن شريفة اللاعب الجزائري في صفوف فريق أولمبي خوليبقة. لعبات الكرة الطويلة من سفيان كركاش على مستوى الجهة اليمنى، تبادل المحاولة إمكانية تسديد تسديدة ولكن مشات سهلة في يد الحارس صلاح الدين شهاب. الفريق اللي كان حقق صعود 2019-2020 بعد ما كان غادر كاس الاضواء 2015-2016 وبالتالي قضى 4 ديال المواسم قبل العوده للدوري الاحترافي رفقه فريق شباب محمد. شباب محاولة فرصه والهدف، هدف اول لفائده فريق اولمبي خوليبقة بطريقه ممتازه، تسديده قويه تعانق شباك وهدف اول لفائده فريق اولمبي خوليبقة. يعني تسديده وسط ورا ترد وسط اللاعب ايمن الاولي اللي تمكن من التسديد والكرة تعانق شباك الحارس صلاح الدين الشهاب. لاحظوا الفرحة الكبيرة ديال جماهير فريق اولمبي خوليبقة بهذا الهدف، وكذلك ردة فعل ديال الطاقم التقني واللاعبين الاحتياطيين ديال فريق اولمبي خوليبقة. رجع كينهي دور المجموعات على مستوى على رأس المجموعة 16 نقطة، الفريق الوحيد وصل لهذا العدد من النقاط أقوى هجوم 17 هدف الوقت فريق الوداد، كذلك على رأس المجموعة 13 نقطة مجموعة بشبيبة القبائل. مشات كرة في الجهة اليسرى لفائدة فريق المغرب الفاسي. عمر جراري شو بده يعمل؟ إمكانية ترفع الكرة داخل منطقة الجزاء، فرصة فرصة والهدف، هدف التعادل لفائدة فريق المغرب الفاسي بواسطة اللاعب الحسن غوربي اللي دخل خلال دقائق هذه الجولة الأولى. إذا الحسن غوربي اللي ارتقى أمام الجميع وتمكن من وضع الكرة في الشباك بعد تمريرة عرضية كانت ممتازة. إذا ورقة كانت رابحة ولو أن التغيير كان اضطراري بخروج اللاعب حمزة الجناتي. إذا الحسن غوربي تابعوا هذه المحاولة ترفعات الكرة هنا الرأسية ووضع الكرة في الشباك. الحكم ما رفعش الرايه، ما كاينش هناك وضعيه تسلل في انتظار متابعه الصوره ومتابعه اللقطه على مستوى غرفه الفار. وهذو كيطالبوا به لاعبين الفريق اولمبي خوليبقة البحث عن العماد الرياحي، واعتقد انه الحكم في الاثناء بالفعل يعلن على نهايه الشوط الاول بتعادل ايجابي هدف لمثل بين الفريقين. اولمبي خوليبقة وقع له الهدف ايمن الاواني في حدود الدقه 16 والدقيقه 34. الحسن غوربي كيتمكن من تسجيل هدف التعادل. إذا ننتظر الصافرة ديال حكم المواجهة عبد الرحيم أرخيز الذي يقود هذا اللقاء. جماهير أولمبي خوليبقة حاضرة بقوة في هذا اللقاء، كذلك اللي غيكون عندها يعني الدور الكبير في هذه الجولة الثانية. صباح الاعتماد على انطلاقات ديال عماد الرياحي. تبادل المحاولة من الجهة اليمنى بواسطة لاعب أيمن الأولي. هاشمي فرصة 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 والهدف، هدف بواسطة البوتسواني كابينو سيكانينغ يتمكن من هز الشباك ووضع الكرة بطريقة ممتازة. تمريرة عرضية كابينو سيكانينغ في المكان المناسب يضع الكرة في الشباك. فرحة كبيرة للاعب ومهاجم البوتسواني. تالي النتيجة كتغير في بداية هذه الجولة الثانية 65 دقائق على بداية الشوط الثاني.
إذن كابيلو سيكانينغ. إذن خطأ لبداية فريق أولمبيك خوليبكا. تلعبات الكرة مباشرة الفرصة وتدخل الحارس، تدخل الحارس صلاح الدين الشهاب الذي يبعد الكرة، يبعد الخطورة. مشات الكرة للزاوية، نتابعوا التعبات مباشرة. كان بإمكانات الحارس صلاح الدين الشهاب اللي تمكن من إبعاد الخطورة. عماد الرياحي يستعيد لتنفيذ هذه الزاوية. أمل اللاعب بلال الصوفي، تدخلات جيدة. كرة دائمة لفريق الفريق المغربي الفاسي. عمر الجراري رفع الكرة داخل منطقة جزاء، خروج الحارس الرأسية، خروج كان خاطئ. دائما لفائدة فريق المغرب الفاسي. مشات كرة في الجهة اليمنى، عماد الرياحي رفع الكرة داخل منطقة الجزاء الرأسية، والهدف، هدف تعادل لفائدة فريق المغرب الفاسي. ارتقاء ووضع الكرة في الشباك، محاولة إذن كتمنح هدف التعادل لفائدة فريق المغرب الفاسي. كان بطريقة ممتازة العرضية من الجهة اليمنى، وهدف التعادل اعتقد بواسطة اللاعب ايمن الاواني بالفعل هو اللي تمكن من تسجيل هدف التعادل. تم تقصير من لاعبي فريق اولمبيك خوليبكا، كيحاولوا يوجدوا الحلول. مشات كرة عند اللاعب اسماعيل حراش، ممتازة المراوغة، والخطا، خطا كاين ديال اللاعب بلال المدغيري امام اللاعب اسماعيل حراش، والانذار. اذا البطاقة، اعتذار من بلال المدغيري. محاولة كانت ممتازة بواسطة اللاعب اسماعيل الحراش اللي دخل خلال الجولة الثانية، يتأكد منه حكم المواجهة. إذا سنتابع هاد اللقطة وهاد الصورة، وهي الصورة اللي كيتابع الآن حكم المواجهة. هل التدخل كان قويا، كان عنيفا؟ مستوى الرجل اليمنى المباراة كذلك الأخيرة كان عرفت الإصابة ديال حمزة أسرير لأن نهاية الموسم. إذن الحكم بعد متابعة الصورة كينادي الآن على المدافع بلال المدغيري، هل تتغير على بطاقة؟ أعتقد ذلك. إذن بطاقة حمراء، وبلال المدغيري كيتقبلها كرة حرية. إذن ورقة حمراء، وفريق المغرب الفاسي سيواصل المباراة بنقص عددي. بلال المدغيري سنتابع هذه المحاولة. إذا محمد وليد بن شريفة هو اللي غادي يسدد هذه الكرة الثابتة. وليد بن شريفة فرصة، تدخل الحارس دائما نجيب معتني، والحكم رفع الراية، الحكم رفع الراية في الوقت اللي نجيب معتني يسدد الكرة. مسات تقييد مسات يوسف شينا اللي كان في وضعية تسلل، غادي نتابعوا مرة أخرى. تابعوا هذه المحاولة، تدخل ديال الحارس يوسف شينا، لاحظوا. جولة ثانية، جولة كانت متحركة بين الفريقين. لو تنتهي المباراة بالتعادل سيكون التعادل بالفعل العاشر لفريق أولمبيك خوليبكا في مواجهة لخصوصا الشوط الثاني، كان شوط متحرك.